جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 27 ابريل 2021 والقنوات الناقلة والمعلقين. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. حيث تقام اليوم البطولات التالية: دوري أبطال أوروبا، الدوري المصري، دوري أبطال أسيا، الدوري البرتغالي، الدوري التركي، الدوري العراقي الممتاز. أولا مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بذهاب نصف النهائي وهي كالتالي: ريال مدريد الأسباني ضد تشيلسي الإنجليزي، حيث تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1 اتش دي بريميوم بتعليق حفيظ دراجي، وتذاع المباراة أيضا عبر القنوات التالية: قناة سي بي سي سبورت اتش دي المفتوحة، وقناة ماتش تي في المفتوحة، وقناة ماتش فوتبول 1، وقناة بي تي سبورت 2 اتش دي، وقناة ار ام سي سبورت 1. ثانيا مباريات الدوري المصري، حيث تقام مباراة واحدة بالجولة 15 وهي كالتالي: المصري ضد الأهلي، تقام في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والـ10:30 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت اتش دي. مباريات دوري أبطال آسيا، حيث تقام اليوم أربعة مباريات بالجولة الخامسة من دور المجموعات وهي كالتالي: المباراة الأولى الشرطة العراقي ضد الدحيل القطري، تقام في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت مصر والـ9:45 مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر، وتذاع عبر قناة جي اس اي لايف. المباراة الثانية شباب الأهلي دبي الإماراتي ضد استقلال دوشنبا الأوزبكي، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والـ10 مساء بتوقيت السعودية والعراق والـ11 مساء بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة جي اس اي لايف. المباراة الثالثة الهلال السعودي ضد أدمك الأوزبكي، تقام بنفس التوقيت 9 مساء بتوقيت مصر والـ10 مساء بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناة جي اس اي لايف بتعليق عبدالله الغمدي. المباراة الرابعة الأهلي السعودي ضد استقلال طهران الإيراني، تقام في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت مصر والـ11:15 مساء بتوقيت السعودية والعراق، وتذاع عبر قناة جي اس اي لايف بتعليق عيسى الحربين. مباريات الدوري العراقي الممتاز، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 29 وهي كالتالي: المباراة الأولى الكهرباء ضد الديوانية، تقام في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مصر والـ4:00 بتوقيت العراق والسعودية، وتذاع عبر قناة الشباب الرياضية اتش دي. المباراة الثانية النجف ضد الطلبة، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والـ10 مساء بتوقيت السعودية والعراق، وتذاع عبر قناة الشباب الرياضية اتش دي. مباريات الدوري البرتغالي الممتاز، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 29 وهي كالتالي: فرنزي ضد بورتيمونينسي، تقام في تمام الساعة 11:45 مساء بتوقيت مصر والـ12:45 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة سبورت تي في 1 البرتغالية. مباريات الدوري التركي، حيث تقام مباراة واحدة بالجولة 38 وهي كالتالي: هاتاي سبور ضد جنتشلر برليجي، حيث تقام في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر والـ8:30 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 التركية. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.